الله الرحمن الرحيم، نلتقي مرة أخرى ومع علمتني الحياة، ونفرد حلقة اليوم لظاهرة الخوف التي أصبحت تسيطر على الناس في زمن الكورونا. يكثر الكلام في زمن الكورونا، وتتعدد التحليلات والتفسيرات، وتطاير النصائح هنا وهناك، لدرجة أن هناك من حول حسابه على مواقع التواصل إلى منصات للتحذير من المخاطر الاقتصادية المتوقعة في حال استمرار كورونا في الانتشار. والغريب أن يطالعنا أحد الاقتصاديين الأمريكيين المعروفين، والذي يدعى جيسي كولومبو، بصورة أخذها من قبو منزله وقد كدس أطنانا من الطعام، قائلا أنه اشترى بفعل أطنانا من الأغذية المختلفة وأدوات النظافة والمطهرات والأدوية وأشياء أخرى قال أنه قد يحتاج إليها مستقبلا للنجاة لأطول فترة ممكنة. كما عبرت إحدى الباحثات في شؤون المناخ بأوكلاهوما الأمريكية، والتي تدعى إليزابيث ليتمان، عن قلقها من تزايد انتشار الفيروس، ونصحت متتبعيها على صفحتها بتخزين الأطعمة وأجهزة الشحن، شحن الهواتف والأجهزة الأخرى التي يمكن أن تعمل بالطاقة الشمسية، تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تخزين كميات كبيرة من المياه إلى غير ذلك. كل هذه الإشعارات التي تصدر عن أناس من مستوى علمي رفيع كما رأينا، بالإضافة إلى الشائعات التي تطالعنا بها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، والتي تنشر الغفلة والسمين دون رقابة. وفي هذا الصدد نشر موقع شهير يدعى The Conversation تقريرا تتبع فيه أكثر من 100 صحيفة عالمية، نشرت ما يقرب من 10,000 تقرير منذ بداية تداول الأخبار المتعلقة بالمرض، يعني منذ منتصف شهر يناير الماضي. ويشير الكاتب في هذا التقرير إلى أن تلك الصحف تعمدت ذكر كلمة الخوف، إضافة إلى كلمات أخرى مثل المرض الفتاك والمرض القاتل والمرض المعدي. ويقارن الكاتب تغطية هذه الصحف لفيروس كورونا مع تغطيتها لمرض الأنفلونزا الموسمية، والتي بالكاد تذكر بين سطورها كلمات مثل الخوف والذعر والفتاك والقاتل والمميت، على الرغم من أن هذه الأنفلونزا تؤدي إلى وفاة ما بين 290 ألف إلى 650 ألف شخص في جميع أنحاء العالم سنويا، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية. هذه الصحف في حقيقة الأمر تخوف أكثر مما تثقف، إضافة إلى ظهور بعض المتاجر ذات الرفوف الفارغة من السلع في مجموعة من الأقطار. كل هذا أثار موجة من الذعر ومن الخوف لدى المواطنين. المشكل أن هذا التخويف قد يتحول إلى حالة من الهوس الخاطئ، والذي قد ينتج عنه اضطرابات القلق أو ما يسمى بالبارانويا، كأن يمتد الخوف مثلا إلى تفاصيل حياة الأشخاص اليومية، مما يجعلهم يتخذون على إثر ذلك قرارات خاطئة، ويبنون العديد من التصورات غير صحيحة بناء على خوفهم. هذا الخوف العشوائي هو الذي أدى إلى موجات، وهذا رأيناه جميعا في جميع أقطار العالم، أدى إلى موجات من التسوق المهووس، الذي أظهر سلوكا أنانيا
يهيئ للإنسان شعورا زائفا بالأمان، إذ يعتقدون أنه بذلك سينجون، وهم في واقع الأمر يفاقمون الأزمة ويفاقمون وضعهم بتشجيع الاستغلال وارتفاع الأسعار واحتكار مجموعة محددة من الناس للسلع والمنتجات نظرا لعدم قدرة الجميع على شرائها، كما يولد بطبيعة الحال عندهم الخوف والقلق من عدم قدرتهم على حماية أنفسهم ومواجهة المرض، وهذا قد يؤدي إلى ردة فعل خطيرة بطبيعة الحال، قد تولد أزمة اجتماعية خطيرة. زيادة على هذا، الخوف يزيد من ارتفاع الضغط والسكر ونوبات الهلع، كما أنه يضعف الجهاز المناعي والذي يعد خط الدفاع الأول للوقاية عند الإصابة بعدوى الكورونا. ولهذا توقع بعض الأطباء أن تزيد معدلات الإصابة بالقولون العصبي خلال هذه الأيام، نظرا لارتفاع مستويات الخوف والقلق والاكتئاب لانتشار فيروس كورونا، مما يحتم علينا هذا الأمر يحتم علينا التصدي للشائعات، خاصة التي تأتينا عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تكون الأزمات قد تشكل الأزمات خطورة كبيرة في حد ذاتها، لكن الإشكال أو أشكال التعامل معها والشائعات التي تتزامن معها قد تكون أكثر خطورة منها، كما قالت إحدى الدارسات المصرية والمدعوة بلبنى فائق، وهي أستاذة في إدارة الأزمات والمخاطر في جامعة القاهرة. هذه السيدة دعت إلى التعامل مع الأزمة بمنهج علمي يعتمد بالأساس على طمأنة الناس وتوعيتهم وتهيئهم لاحتمالات انتشارات الفيروس مع سرعة الاستجابة لأي حالة قد تدعو لقلق جماعي أو موقف يخرج عن السيطرة. لكن قبل هذا وذاك، دعونا نتساءل أولا عن سر هذا الخوف وعن سر هذا الهلع المبالغ فيه. هل هو الخوف من المرض، أم هو الخوف من الموت، أم هي الطمأنينة الروحية لقضاء الله وقدره التي افتقدناها ونحن نركض وراء مندات الحياة؟ فالكون كله هو ما حوى من خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف حجبنا عن هذه الحقيقة حتى اشتغلنا بالمخلوق فخفناه ولم نخف خالقه؟ قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والله يتحدث هنا عن الشيطان، والشيطان هو مخلوق، ولذلك وجب عدم الخوف من جميع المخلوقات، وإنما يجب الخوف من خالق المخلوقات. فلو تركنا الأمر بيد الله عز وجل لكفانا ما همنا. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا وقع؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الذين خوفهم الناس بكثرة الجموع، ولكن لم يخافوا، ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الرد أن الله سبحانه وتعالى آمنهم من خوف. نحن لا نقول مرة أخرى، لا ندعو لخلق الأسباب، لا ندعو لتكسير الحجر الصحي، لغلق المختبرات ومراكز الأبحاث التي تشتغل اليوم ليل نهار من أجل إيجاد الدواء. سيكون هذا الأمر من باب الانتحار، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فحفظ النفس من مقاصد الشريعة. وقد أوردنا في حصة سابقة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، يقول: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. لا، نحن نحيي من هذا المنبر الجيوش المرابطة في الثغور والجبهات الأولى لهذا الوباء،
وأعني بهم أولا الأطباء الذين يخاطرون بأرواحهم من أجلنا وندعو لهم بالحفظ والتسديد. إنما أتحدث عن هذا الخوف الذي بدأ يتمكن من بعض النفوس والذي جعل البعض ينهي حياته في مجموعة من الدول. انظروا لنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسلينا ويطمئننا. وهنا أسرد قصة خروج رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة، وقد خرج متخفيا صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الحق سبحانه: والله يعصمك من الناس، عصمه الله من الناس، آمنه الله من كل خوف، ومع ذلك خرج متخفيا. لماذا؟ هل هو خوف؟ لا، بل هو تشريعا لنا وأخذا بالأسباب. لم يجاهر بخروجه. ثم عندما أدركه الكفار ودخل غار ثور الذي وقف على جوانبه القوم، حتى أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يروي هذه الحادثة يصف الموقف الذي تنخلع له القلوب فيقول: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. وهو يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم في هدوء من أسلم أمره إلى الله وتوكل عليه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا اليقين هو الذي نفتقده اليوم. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يسلمه، لأنه تبرأ من حوله وقوته وأيقن بحول الله وقوته فكفى. نفس الحال يعيشه سيدنا موسى عليه السلام عندما أدركه فرعون لما خرج ببني إسرائيل فاعترضه البحر وقال له قومه. الله سبحانه وتعالى يسرد علينا قصة هذا الموقف: فلما ترى الجمعان، جموع بني إسرائيل وجموع فرعون وجيوشه، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وقع في قلبهم ذلك الخوف: إنا لمدركون، لأن إيمانهم كان ضعيفا، لم يرقى إلى مقام الثقة في الله. فبماذا أجابهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الخاصة التي وثق فيها سيدنا موسى عليه السلام، قالها بثبات ويقين، وهو غائب عن تهديد فرعون، وهو غائب عن رؤية فرعون، حاضر في لطف اللطيف الخبير. نفس الموقف سيعيشه نبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، عندما ألقاه النمرود في النار، فجاءه جبريل عليه السلام وقال له: ألك حاجة؟ وهو في النار. قال له: ألك حاجة؟ بماذا أجابه سيدنا إبراهيم؟ أما لك فلا. قال له: أما لك فلا. لماذا؟ لأنه علم أن من طبيعة النار هذا المخلوق أن يحرق، ولا يمكن لأي كان أن يعطل هذه الطبيعة في النار إلا من خلق النار. هذا يقين كان عند سيدنا إبراهيم، ولذلك قال له: أما لك فلا. ثم قال له: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ثقة في الله سبحانه وتعالى. فبما أجابه الله؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى ماذا أعطت؟ قلنا: يا نار كوني بردا. الجواب في الحال: قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. عطلت
عطلت هذه الخاصية، خاصية الحرق أو الإحراق في النار. بمدى؟ بأمر من خالق النار. فأدرك أن المنجي هو الله سبحانه وتعالى، فتشبت به ولم يخف، بل اطمأن وانتظر ما الله فاعل به، فتداركته العناية الإلهية. فإذا جاء أمر الله لا يفيد إلا الهروب إليه، ففروا إلى الله. ولذلك عندما نادى نوح على ابنه عندما ركب السفينة وعمت المياه البقاع، نادى على ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. دعاه للنجاة، وهذا مجرد سبب، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد إغراقهم لأغرقهم بفلكهم، ولكن هذا الأمر أن يمتطوا هذا الفلك كان امتثالا لأمر الله عز وجل، واتخذ سببا بأمر الله عز وجل. فهو أخذ بالأسباب وظل ينتظر ما يفعله الله سبحانه وتعالى. فقال لابنه: اركب معنا. دعاه إلى النجاة. ماذا أجابه ابنه؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: سآوي إلى جبل. هذا كذلك أخذ بالأسباب، لكن الفرق أن الابن اعتمد على سببه وظن أن هذا السبب هو المنجي ونفى إرادة الله، ولذلك نبهه أبوه قائلا: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني لا عاصم من قدر الله سبحانه وتعالى إلا من أراد له الله سبحانه وتعالى نجاة من الغرق برحمته في الله عز وجل. فلنخف من الله عز وجل ولا تخيفون مخلوقاته، لن يخيفنا هذا الفيروس، وسنستعد له بكل ما أوتينا من علم ومن رباطة الجيش، وسينصرنا الله سبحانه وتعالى عليه. إذن في نهاية هذه الحلقة أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، وأترككم في تثبيت وطمأنينة مع الله سبحانه وتعالى، وإلى حلقة قادمة من سلسلة علمتني الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.